تضحك علينا ما يلحقون الناس تضحك علينا الله وين الوعد يا اخواني من الناس عادل عدالة وين الوعد يا اخواني من الناس عادل عدالة راتب ولا دعين والله بل بتخير بس وزع قطاع اسعد العيداني الله الكاظم يا ناس يضحك علينا الكاظم يا ناس الله وين الوعد يا اخواني من ناس عادل من ناس عادل عيداني تعيين والله انا طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة حول آخر الأحداث على الساحة العراقية وعبر خدمة الواتساب. تحل اليوم الذكرى 15 لتأسيس قناة الرافدين الفضائية التي كانت وما زالت لسان العراقيين والمدافعة عن حقوقه المسلوبة، وقد اعتمدت القناة منذ انطلاقتها خطابا وطنيا توحيديا في زحمة خطابات إعلامية ذات نزعات طائفية، وتحتفي اليوم بانطلاقتها بحلة جديدة تواكب متطلبات الإعلام الجديد. وعلى الرغم من منع الاحتلال وحكوماته المتعاقبة قناة الرافدين من العمل داخل العراق، فضلا عن تعرضها لعمليات تشويش واختراق لمنصاتها الإلكترونية، لأنها واكبت جميع الأحداث التي مر بها العراقيون حيث جمعت شتاتهم جميعا دون تمييز وحاربت مشاريع الاحتلال الطائفية والعرقية والفئوية. هذا ومثلت قناة الرافدين وعلى مدى 15 عاما منذ انطلاقتها صوتا صادحا باسم العراقيين ومنبرا معبرا عن آمالهم وتطلعاتهم، وظلت صامدة أمام الهجمات المتكررة التي حاولت ثنيها عن رسالتها الوطنية بما حملته من مهنية في الدفاع عن قضايا العراق المصرية. نتابع هذا التقرير حول الذكرى 15 لتأسيس قناة الرافدين. ثلاث سنوات عجاف كانت قد مرت على الاحتلال الأمريكي للعراق. واجه المحتل حينها مقاومة وطنية متصاعدة حاول وأدها عبر إثارة النعرات الطائفية وزرع الشقاق بين أبناء الشعب العراقي، مستعينا بطبقة سياسية فاسدة فضلا عن إشاعة الفوضى والانفلات الأمني عبر فرق الموت التي عاثت فسادا في بلاد الرافدين. وفي اليوم الذي تلى الذكرى الثالثة للغزو كان انطلاق قناة جديدة في فضاء الإعلام الوطني لتجسد صوتا حرا ممثلا للشعب العراقي في مواجهة الاحتلال ومشروعه وأدواته في البلاد. فكانت ولادة قناة الرافدين من رحم الحاجة لصوت يحمل هموم العراقيين وآمالهم في التحرر والنهوض، لتكون منذ انطلاقتها مواكبة للمقاومة العراقية وصولاتها البطولية ضد المحتل الأمريكي، وفضحت جرائمه وعمليته السياسية البائسة، واستمرت بدعمها وتبنيها لكل التحركات الوطنية التي شهدها العراق رفضا لنظام المحاصصة الطائفية الفاسد. ولأنها تمثل حضارة ضاربة في التاريخ، فقد جسدت الرافدين طوال عقد ونصف من عمرها ذلك العمق الحضاري لبلاد الرافدين، ابتداء من شعارها الذهبي المدور الذي يمثل مدينة بغداد مدينة السلام التي بناها الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور، ويجري وسطها موجتان تمثلان نهري دجلة والفرات، مرورا بخطها الوطني المتزن وليس انتهاءا بمواقفها الوطنية الرصينة تجاه القضايا التي عاشها العراق. وبسبب صلابتها في الدفاع عن حقوق الشعب العراقي كانت الرافدين وما زالت هدفا للأحزاب الفاسدة والميليشيات التي تسلطت على العراق عبر وسائل وأساليب شتى، كانت آخرها عمليات الاختراق والقرصنة التي تعرض لها عدد من منصاتها في محاولة يائسة لثنيها عن الاستمرار بدورها الإعلامي المتميز، متناسين أن القناة خرجت من كل الهجمات التي تعرضت لها في السابق أقوى وأشد عزما على المضي في رسالتها
وكانت الخيبة والخذلان مصير أولئك المتصيدين بالماء العكر. نعم معنا اتصال أبو زياد من الفلوجة، تفضل أبو زياد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. كل عام وانت بخير. كل عام قناة الرافدين بألف خير وصحة ودعمة. وانت بألف خير. الله يحفظكم أستاذي. قناة الرافدين تأسست بسنة 2006 10/4. نعم. وراح أقول لك أستاذي، أنا من شو وقت أعرف قناة الرافدين؟ أنا جدي علمنا على متابعة قناة الرافدين، جدي هو خلانا نحب قناة الرافدين. أستاذي أنا من مواليد 2004/11، وعرفت قناة الرافدين سنة 2006 شهر العاشر، يعني عمري ما صاير سنتين وعرفها، وما أكذب والله. وأقول شعر قصير عن قناة الرافدين. تفضل. قموا تقدموا قدما يا فخرنا ويا عزنا، تقدموا يا قاهرين الغزاة، تقدموا يا قاهرين العملاء، تقدموا يا كاسرين رأس المالكي اللعين، فسوف أقول سوف أحطكم تاج على رأسي، فأنتم فخري وأنا أفتخر بأن أقول قناة الرافدين هي العراق الثاني، هي بلد الثاني، وأقول يحاربوني فقط لأنني أحبكم يا قناة الرافدين، وأقول كلما زاد حقدهم عليكم يا قناة الرافدين زاد حبي لكم، وزاد حبي لكم بالانتقام، وزاد عفا عنكم في آخر قطرة الدم، وأحبكم قسما بالله أحبكم وأحبكم وأحبكم. شكرا أبو ذياب من الفلوجة كان معنا. سعد من الكويت، تفضل سعد. يا هلا بك أستاذي. أولا الرافدين يا أستاذي وفي المنطق والصواب يا أستاذي، تدافع عن المظلومين، تطالب بحقوق الفقراء والغلابة والمساكين، تأسيسها جميل، وكذلك أيضا نشكر العاملين والقائمين على البرنامج والقناة جملة وتفصيلة، واعملوا فسيرى الله عملكم هو المؤمنين، وهي تؤدي رسالة للوطن والعرب والمسلمين والخليج، وكذلك أيضا ربنا يجزيهم خير الجزاء أستاذي. وتحياتي لكم، وسيروا على بركة الله، والله معكم، تحياتي لكم. شكرا جزيلا لك سعد من الكويت. طبعا بارك العديد من العراقيين في ذكرى تأسيس قناة الرافدين الفضائية في ذكرها 15، مؤكدين بأن القناة طوال 15 عاما من عمرها سباقة في نصرة القضايا الوطنية والانحياز لصالح الشعب العراقي وآماله بالتحرر والازدهار. نأخذ بعض تبريكات المواطنين العراقيين ونرجع لكم. بهذا اليوم نبارك القناة الرافدين بعيدها الأغر ل 15 عام، فكانت بدايتها 2006، ولحد هذا اليوم هي تواكب التظاهرات وتواجدها في ساحة التظاهرات، وكان لها شوط كبير في مساندة الثوار. القناة العراقية القناة الوطنية نقوم بتعنيها التهاني إليها من شعب واسط ومن ناشطين محافظة واسط المستقلين، كذلك من متظاهري واسط، لأن هذه القناة الوطنية هي التي لم تقبل بالطائفية، لم تقبل يوما بالطائفية، ولا تقبل يوما بالتجزئة وتفريق العراق. حقيقة هذه القناة قناة وطنية تنقل معاناة الفقراء والمظلومين ومعاناة هذا الشعب ومعاناة حقيقة كافة الطبقات الاجتماعية، أما البعض يشكك في نواياها لأنه لا تنقل إلا الحقيقة. ووقفت هذه القناة الوطنية الراعية ضد الاحتلال ومن كل يؤيد الاحتلال، فالاحتلال الأمريكي على العراق لقد مزق كل الأنسجة العراقية، الاحتلال ظل يحتمي به الخونة. نهني ونشكر دور قناة الرافدين ونهنيها بالذكرى السنوية التي تؤسست منذ 15 عام، من 2006 بدت انطلاقتها ومسيرتها الإعلامية الحافلة. طبعا حقيقة كان لها دور، والدور الأول والبارز في المجتمع وفي على مستوى العراق، على مستوى العراق وعلى مستوى الإقليمي والدولي، كان لها دور رافض للاحتلال الأمريكي، وكانت من المتصدية، ونشكرها على دورها، وأنها القناة والمؤسسة الإعلامية التي لا تنتمي إلى الأحزاب الفاسدة التي جاءت
بعد سقوط 2003 إلى العراق وسببت دمار العراق. قناة وطنية بمعنى الكلمة، كوننا في الجنوب لليوم ما سمعنا إلا خبر يعني منها إلا يخص الشعب العراقي عامة، ما حرضت على الكراهية أو الطائفية أو العنف، لا أيضا ما انتمت لأي جهة حزبية، ولا شفناها مجدت في اليوم بشخصية خاصة في هذه الحكومة الفاسدة، هي دائما قريبة من الشعب وإلى الشعب. طبعا هي من القنوات الداعمة ثورة تشرين، وهي متعاونة ويانا وهي موقفة ويانا وبتغطية كل الأحداث، طبعا داعمة ثورة تشرين، يعني ما عافت الساحات، لا عافتها ببغداد ولا عافتها بالكوت ولا عافتها بالناصرية، وما تابع لأي جهة معينة، لا جهة حزبية ولا جهة سياسية. نتقدم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة مرور 15 عام على تأسيس قناة الرافدين، وهي من القنوات اللي ترفض الطائفية وترفض الاحتلال الأمريكي، ولا ننسى دورها في التظاهرات من 2015 وحتى ثورة تشرين يوم 25/10/2019، كانت هي متواجدة في كل الساحات تنقل التظاهرات ومتواجدة 24 ساعة. معنا اتصال أبو محمود من الرمادي، تفضل أبو محمود. أهلا والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أهلا والسلام عليكم. وعليكم السلام، يا أهلا بك أبو محمود. السلام عليكم، أحنا نشر قناتكم الشريفة. الله يسلمك. ألو. أسمعك واضح. ألو. أسمعك عيني، أسمعك. سعد عمر شارك أخويا، شارك صحتك. الله يسلمك، الله يحفظك، خير الحمد لله. شارك أخويا، شارك صحتك. هذا عمر، احنا بالنسبه لنا احنا المحتفلين، نعم محتفلين الرزازه والمستقلاويه، فاحنا احنا المحتفلين اهل الرزازه، الباعد من محمد الحلبوشي يروح يقول تعالوا مسوي شهداء، احنا ما نسوي شهداء، شلون نسوي شهداء؟ احنا دوله خذتهم، دوله بطن دوله، يعني مثل ما تجيب راس البصل كل ما تطلع من عنده طبقه تطلع طبقه جوا. نعم استاذ محمد، الله يخليك، اكو علم يرفرف، يعتبرون الابرياء اللي راح من المدارس اللي راح طلعنا من النظام، هذا الانسان لك ولد وياهم، الجاسه بقى حج روح اقف هناك 10 دقائق ولدك يجون، اليوم 10 دقائق صار اليوم 5 سنين استاذ عمر بلشنا بسنه السادسه، ومحمد الحلبوشي بالموازنه يقول سووا لهم رواتب واعتبروهم شهداء. على اي اساس نعتبرهم شهداء استاذ عمر؟ الله يخليك، احنا وين على الحكومه تقول لنا ايش حكومه تبوا ولدنا، قلنا بنروح نسويهم شهداء واحنا بعيوننا شايفينهم. استاذ عمر الله يخليك، احنا وين نشتكي؟ بس الله. نعم اليوم اشتغلني بالسعوديه ما يقدر يقول يا تعال تراني مرقد، يا عرب يا ناس يا أمة محمد تعالوا جاي الناس، ورت اليوم احنا صرنا 12,000 معتقل بس من محافظة الأنبار، يعني شنو هو يعني بالستين 70,000 يعني معتقل، 70,000 عائلة يجيبوا بيولها، ليش استاذ عمر احنا وين نروح؟ يعني وين ننتجه؟ وجهونا احنا نطمن راسكم الشريفة، وجهونا عمي هاي متصل لك وانا ابو محمود على طول متصل، واليوم زيتون شكر على الغلاف مالتكم. نعم. وعمي الله يخليك استاذ عمر، واحنا انت جوجهونا، يعني شو نبي ولدنا؟ احنا ما نريد فجا، احنا نبي فجا مكان ولدنا، احنا نشتري ولدنا بدمنا عمي. نعم. استاذ عمر. الله يعينكم والله يفرج عنكم. ابو محمود من الرمادي كان معنا. معنا اتصال ابو محمد من اربيل، تفضل ابو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. تحياتي لك وكل عام وانت بخير وقناه الرافدين بخير. حياك الله، يا اهلا بك. طبعا من اول يوم تاسست هاي القناه انا اتصل بالقناه الرافدين، وحدها قناه الرافدين اني طبعا الوحيده، القناه الرافدين الوحيده وطنيه تحكي غير الطائفيه، الوحيده تحكي بعنات العراقيين، الوحيدة تحكي الحقيقة والصراحة. أنا أعتبرها قناة الرافدين قناة العراق المصغر، يعني صدق قناة حقيقية، صدق قناة عراقية، صدق قناة شريفة، يعني واحد يعجز من يعبر عليها، قد ما يعبر عليها قليلة حقها. كل عام وانت بخير
ورحم الله والديك استاذ عمر والديك. انا اشكرك ابو محمد من اربيل. كان معنا ابراهيم من كركوك. تفضل ابراهيم. الله يحفظ قناه الرافدين، يعني ان شاء الله صوت الحق هو الموجود بقناتكم الشريفه. انا 15 عام احكي على قناتكم يا ابن محمد، 15 عام احكي على قناتكم، ما شفت احلى من قناتكم. قناتكم لا بها طائفيه، قناتكم قناه عراقيه وتحبون العراق، والله يبارككم والله يحفظكم والله نعم. رحمة الله على الشيخ حارث الضاري، رحمة الله على كل شريف شهيد بالعراق انتو بثيتوه. انا حضر القناة لحد ما اموت، عمري 85 سنة. يعطيك الصحة والعافية. وانا زكريا من كركوك. الله يحفظك محمد. يعطيك الصحة والعافية ابراهيم من كركوك. كان معنا شاكر من بغداد. تفضل شاكر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا بك. تحية لك وكانت قناة الرافدين. حياك الله يا أهلا بيك. أستاذ عمر، إحنا اليوم موضوعكم عني ما أدري يعني عن شنو، أنا توني جيت. نتحدث عن ذكرى تأسيس قناة الرافدين اليوم، الذكرى 15 لتأسيس قناة الرافدين. والله أستاذ عمر، قناة الرافدين تأسست منذ 15 سنة صحيح، لكن احنا قناه الرافدين ما شفنا يعني من عندها يعني انه تتكلم بالطائفيه او تتكلم بالعشيه بالتفرقه، او قناه الرافدين ما تتكلم غير بالخير والتكاتف والمحبه والاخوه. وقناه الرافدين لو كانت طائفيه لما دعت الاخوان في ثوره تشرين، وما دعت اهل الجنوب بالخير، وما دعت لأهل الشمال. قناة الرافدين هي قناة عراقية تطالب بالمظلوم، الداعي بالمضطهدين، الداعي بالمتظاهرين، تدعو للشعب العراقي، تدعو للفقراء والمساكين. هذه قناة الرافدين، ما شنقل من عندها الخير. وتحياتي لك. حياك الله شاكر من بغداد. كان معنا أبو أسد من البصرة. تفضل أبو أسد. السلام عليكم استاذ محمد، شلونك؟ اهلا وسهلا. هي هن قناه الرافدين مناسبه مرور 15 سنه على تاسيسها. الله يبارك فيك. وباليوم انا رحت للدكتور يفحصني، قلبي يوجعني. نعم. يفحصني شريان التاجي وشريان الابهر، لقى شريان ياخذ قلبي، قال لي هذا شنو الشريان؟ قلت هذا شريان الرافدين اللي بطلع. وأني أشكركم. صحة وعافية إن شاء الله. الله يسلمك. الله يخليك. أنا أشكرك أبو أسد من البصرة. كان معنا رسائل واتساب نقرأ منها. رسالة يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نهنئكم بحلول 15 عاما على انطلاق قناتكم الموقرة، ونهنئ كل العاملين في هذه القناة، وتحية لك دكتور عمر ولإدارة القناة، وبارك الله فيكم. الله يسلمكم ويخليكم. رسالة يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من الشمري يقول: تحياتي لكل العاملين لقناتكم، حفظكم الله من كل مكروه في هذا اليوم المؤلم مقرون بالحزن، الطفل قبل الكبير. أكتب هذه الرسالة وقلبي يتألم بحزن على بغداد. بغداد يقول: سيدة المدن وعروس البلدان، فيها يحيى الشعر ولا يموت. كل ما حدث فيها خلال 18 سنة من قبل الحكام الذين يحملون الجنسيتين، يقول: ليس ولاؤهم للشعب وما يجري من قتل واختطاف وجوع، أهم شيء عندهم الانتخابات والكرسي، والشعب هو الضحية. يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. معنا اتصال، ما سمعت الاسم. أبو نبيل من صلاح الدين. تفضل أبو نبيل. إياك. تفضل عيني. يا ريت اشرك وياكم. يا ريت تنص التلفزيون للاخير ابو نبيل. يا ابو نبيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، يا اهلا بك. نهنيكم على دعوه الرافدين على 15 سنه. صار ان شاء الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نهنيكم على إذاعات الرافدين، ماكو شنو غير الخير، ويا الأراضيين ويا الأسماء. يا أخي إحنا والله دا نشوفهم
ما وراء غير زين ومعناته عراقية الشيء هم اسمه. بس يا أخي إحنا صرنا 15 عام نعاني أسح والله. أنا مساكن بالأنبار ومكذب مصلاح الدين بسبب منهم سبب الحشد والميليشيات. أسح ولدنا صرهم 15 عام صلى صلهم 5-6 سنين فلا عندهم وين صار لهم خادم حزب الله مدى عصاية مدى دفعين قوة شعرتهم يوم صار لهم 6 سنين فلا عندهم وين صارت غنى تاوين وطفال داحة بشرة ونسمع بس ما أذكر حتى رب العالمين ونعم بالله. وين تم اختطافهم ومن اللي اختطفهم أبو نبيل؟ والله خذتهم قوة من ميزي سامر كنا كاهو بال2016 نعم. وجت عليهم قوة بوقت التحرير وخذوهم. احنا عاني امامي ولد عمي حوالي شو اقول لك فوق 95 واحد يوم سام 6 سنين ما عندهم وين. نعم اي والله الله يفرج عنهم يا رب. الله يفرج عنهم. أنا أشكرك أبو نبيل من صلاح الدين كان معنا. سعد من كركوك تفضل سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. شلون صحة؟ يا أهلا بك الله يسلمك. أحب أهني القناة كادر القناة أكيد. نعم السلام عليكم. أسمعك. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون صحة؟ يا أهلا بك. أهلا وسهلا بك. أكيد تحياتي لكم وكادركم الجميل وأكيد قناة طباقة كل ما حصل من مشاكل ومن أحداث بالعراق وتحياتي لكم أكيد والله يوفقكم. وأحب أوصل بس فكرة واحدة إذا ممكن تصل هاي الفكرة يعني. تفضل. يزيد فضلك. يعني إحنا البارحة لما قرروا الموازنة نعم وقالوا المفصول عقودهم صارنا في ننتظر يوم بعد يوم في سبيل بس يعودون على الخدمة. زين نعم نعم الله عليك. زين احنا ننتظر الموازنة لما نقرر الموازنة لغوا هاي الفقرة مالتنا. زين البارحة المحاضرين طلعوا تظاهروا تمام نعم قد ما تظاهروا ثبتوهم على أخود أو شيء يعني لكودن. هل يا ترى احنا لكودن ما دعنا الظاهر يعني مثلا استجهلونا أو استغرطونا حاشي سامع يعني مع احتراماتي لكم أسف على هذا اللفظ يعني مثلا لو شنو الموضوع يعني إلي أنت الحل احنا شلون يعني. زين سعد أنتم مفسوخة عقودكم أنت شنت بيا دائرة داوم. احنا محافظة كركوك محافظة شرطة كركوك نعم. وإحنا قائمتنا مجرد قائمتنا 77 شخص. زين وعدنا موافقات وعدنا فحوصات وعدنا سوينا ضبط مال استخبارات ويعني كل الإجراءات الأمنية طلبت من عدنا محافظة كركوك سويناها بس ما أكو أحد يا أخي طالب بينا يعني مثل البارحة. البارحة تحياتنا البارحة قبل الحشد لما قال الحشد يرجع 30,000 شخص عودوهم أيضا ضربوا رواتبهم مع الجيش. زين ليش احنا اللي كودن مثلا سنة او شيعة مع احترامات للطوائف لا بس اللي كودن احنا ماكو بشر يطالب بينا يعني صرنا هيك شيء تايهين مثل الغنم بلا راعي يعني ليش السبب شنو هو؟ انت يعني كنت تخدم بالجيش او بالشرطة حتى يعني شلون يعني. نعم سعد انت كنت تخدم على وزارة الدفاع او على الداخلية؟ انا لا على الداخلية. على الداخلية نعم. كم سنة الخدمة مالتك؟ أنا كنت في زمن السابق وما رجعت ما سقط النظام. تمام ما سقط النظام ورجعت. نعم زين ما سقط النظام ورجعت مرة ثانية داومت وجاني تهديد والتهديد جاني من يعني ما أريد أفوت بمواضيع ربما يعني فأرجوك يعني. نعم نعم بس أتمنى من حضرتك يعني أترجاك رجع صاحب عائلة وعندي كومة جهال يعني أنا شنو ذنبي؟ نعم زين. والله العظيم حصل علي اللقمة والله العظيم يعني عيشة لا يعني ما بيش أقول لك يعني عايش بالإيجار يوميا بالإيجار يجي تعرف إذا يعني سكنت غير بيت بهيك الساكن يعني والله دمرنا بالقرآن بالقرآن قبل الشهر أنا قررت أنتحر بالقرآن. لا 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 إذا استقبل القرآن نعم. زين يا أخي إذا استقبل القرآن وأنت مسلم قررت أنتحر نعم. بس حق دول جهاني يعني شنو مصيرهم يعني مو حالة هاي مو حالة يعني قائمتنا بس قائمة 77 شخص من محافظة كركوك. احنا شغلتنا كاملة 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 جاهزة بالوزارة. نعم دارة بس انتظر على مود يقررون الموازنة. زين
اليوم مباشر، وهي من 2018 2019 اكلوها علينا، 2020 اكلوها علينا، هسه 21 عمي هم ما يخالف زين، ما يخالف اشتغل عماره، هاي رجلي مكسوره صاير بالعماره قاعد بالبيت، ما عندي احد يدق بابي يقول لي هذه كيرطه ما طا. يا اخي بالقران تعبنا، نعم. يا اخي بالانبياء بالكعبه تعبنا، يعني والله ما ضل غير حل احرق عيلتي واحرق نفسي واموت حتى ما اقوم معايا. ان شاء الله صوتك يوصل الى وزاره الداخليه عبر قناه الرافدين. والله ما يوصل، والله ما يوصل، والله ما يوصل، لا حول ولا قوه، والله ما يوصل. يعني الباحه الواني صاير بالحشد، يا اخي الباحه بالحشد ليش؟ من ذا كلام واحد قبل 30,000 شخص منتج برجع وسووا رواتبهم، الله يشعرهم ان شاء الله اخوتنا ذولا. نعم. بس يعني احنا نتمنى العداله للكل، يعني ليش احنا ما نبشر، يعني ليش بالكلام؟ بكون ماكو بشر يطالب ورانا. نعم. الله يفرج عنا. يا اخي بالقران تعبنا، بالانبياء تعبنا، ما يصير. نعم. والله العظيم ما يصير. الله يعينكم، والله والله الله يعينك، والله يفرج عنك، وان شاء الله صوتك يوصل الى الجهات المعنيه. يعني المفروض يقول لهم حل، يعني ذولا ناس كانوا يخدمون البلد ويريدون يرجعون بسبب الظروف اللي صارت في السنوات الاخيره في البلد. ومثل ما تحدث سعد، يعني كلامه كفايه، المفروض الوزاره ترجع هؤلاء الى عملهم. سعد من كركوك كان معنا، ابو ياسين من ديالى، تفضل ابو ياسين. حياك الله يا عمر، حياك الله المحترمين. اهلا وسهلا بك، يا اهلا بك. ذكرى مباركه ميمونه لهذه القناه، ان الراسه قناه الرافدين الابطال الشجعان. الله يسلمك. ورحمه لمؤسسه المرحوم الشيخ الجليل حافظ جمال ضال، ان شاء الله مثواه الجنه وصدقه في ميزان حسنات على الشعب الواعي. هذه القناه العظيمه نافت مشقات ومصاعب وتهجم من مواطنين، ولكن الحمد لله يسعدنا جدا اليوم دخلت بيوت الشيعة هاي القناة العظيمة، عرفوا حقيقتها وقتها. أقصد الشيعة الوطنيين الأحرار الشرفاء، ما أقصد الذين لم يستنى من الشيعة. وهاي قناة عظيمة تاريخها مبدأ واضح، واضح مبدأ ما غيرت أي سياسة من أول مال لحد تستمر إن شاء الله. يا رجال عظام ومؤسسة عظيم إن شاء الله، شيخ جليل ابن أصل ومن تاريخ. فيا أخي يا سعد، خلي تولف يا سعد، هذا سببها فيلم اللي يقول ايش علي، وبغت العالم ساكته قاعده بيوتها، فيلم ينتظر خبزته، ما يصير اخوان. هذه فرصه ثمينه مال تشرين، كل المحافظات الغربيه اطلب ان تهاجر هاي المحافظات المستفره والقضاء على هاي العمليه السياسيه البائسه. هذول 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 كفايات ايران تحكم العراق، ومع الاسف سياسيين ارانب اهل السنه، اقصد بس السياسيين، ما عندهم لا قيم ولا كلام ولا شجاعه ولا شرف. جمهوره متفتت، ناس قبور احياء، وناس من مهيبين، وناس من سجون، وما شاء الله يتعاركون على الموازنه من اجل الخير بس بجيبهم، ما فكر باي عمار، ولا فكر بايتام، ولا فكر برامج، وجاي يطقمون حتى تستمع بهم صف الغنم. ما عندهم كلام، ولا عندهم الدوله داخل البرلمان. فما في داعي ضالين بهاي العمليه البائسه. سووا معارضه، اطلع من هاي العمليه هاي بعد سنه، حتى بلشت عسى ان جمهوركم يحترمكم، ولو بعد ما لكم احترام 18 سنه ومدقين يحطون بكم عسامة بالكالات، هذا حقكم، هذا استحقاقكم، ما عندكم خجل. جمهوركم وين؟ انتخابات ولا في انتخابات؟ وهذا السلاح المنفلت، تقنعون مين؟ اي صناديق راح في انتخابات؟ يا يعني كيف بس تقول بنفسكم؟ راح قدام حكينا وبلش لنا النوم، ما توجه ابو مازن، ابو مازن شنو تاريخك؟ شنو عنوانك؟ انت بواب الهوز، بواب البقر، يعني هسه انت تبوك في المنطق بالوطنيه، اي وطنيه؟ ما عندهم وطنيه اخي عمر، ناس ذيوله، ناس ما عندهم كرامه، ما عندهم ولا للوطن، ولا عندهم حس وطني. اتحداهم اذا وفوا عندهم شجاعه بالبرلمان وطلبوا بحقوق المحافظات المدمرة. ما اقصد ان لا والله، لكن اكو واضح معاوضات مدمرة، يعني اللي دمروها معروف من دمرها هاي الفصائل. وشوفت شوفة الجو للمعاوضات الغربية الجنوبية والوسط دمروا، هذول مو ابناء بلاد، هذول من خارج. وتحياتي عمر. حياك الله ابو ياسين من ديالى كان معنا. ام علي من ديالى، تفضل يا ام علي. ام علي يا راس، تنصين التلفزيون للاخير. ام علي نص التلفزيون. أم علي، أم علي. نعم. نص التلفزيون. نعم. للأخير. الله يخليك، تفضلي. مرحبا.
تفضلي. نعم يا شيخ عمر. اهلا وسهلا بيك. احيي قناه الرافدين. نعم. الشريفه الاصيله. وحيي تاسيسه لمده 15 سنه. والله قناه نعشقها عشق وتحكي الحق والصدق وتحكي على معاناه العراقيين وتحكي معاناه المظلوم وجاه نبينا محمد يرحم ان شاء الله الشهداء جميعا وان شاء الله ان شاء الله الله ينصركم ان شاء الله ينصركم ان شاء الله عمالك جاء كل من عنده جاء وان شاء الله نعم الله ياخذ اعمارهم وان شاء الله الله ينتقم منهم جاء لا اله الا الله وان شاء الله تدوم قناتكم واحنا نعشقها وما تأتي غير الصدق والحقيقه ونعسى الله على يحبه نعسى الله على يحبه وانا اشكرك يا اخ عمار. ام علي من كانت معنا من دياله، معنا جاسم من كركوك، تفضل جاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. الله يسهر المطالب عفو العام بشهر رمضان، شهر رمضان الكريمة. نعم. والله نطالب عفو العام، وين عفو العام؟ وين؟ يعني شو وقت عفو العام؟ عفو العام، والله كل المسجونين كل فقراء بالسجن بالوباء كورونا ماكو مهادات ماكو فلوس ماكو كل تعبانين كل مريض كل ماكو والله. نعم. لازم حكومة الكاظمي لازم عفو العهد شهر رمضان المباركة. نعم. اي والله. والله والله كل فقراء باستثناء لازم نطالب حكومة عراقية حكومة مصطفى كاظمي نطالب عفو العام. ان شاء الله نطالب عفو العام عفو العام. نعم اخي جاسم. أنا أشكرك والله. جاسم من كركوك كان معنا. أبو محمد من السليمانية، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم العزيز. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أنا أشكرك وأشكر المخرج وأشكر الكادر جميعا وأشكر قناتكم الموفرة. نعم الله يسلمك. أستاذ العزيز، يعني أستاذ العزيز يعني هي مفهومة، يعني أستاذ يعني الحرام جابه لو ما يجيبه أبو البيت، أبو إيران الجابه لو ما عراقيين يجيبونه، عراقيين السياسيين يجيبون الجابه هو علينا، جيت أنت علينا عادي جبتوه، ها صار 9 سنين 11 سنة كافي كافي، أن نهبتوه نهبتوه وقتلتوه قتلتوه وذبيتوه بالسجن دعاوي كيدية ذبيتوه، هسه عفوا عنه. أستاذ العزيز يعني كان رجل كل الدول العربية تخمه صدام حسين، يعني أنا حتى ما لا لحقت به، أنا عمري 24 سنة ما لحقت به، بس يعني حكم وحكم ماله يعني عدل، كل الدول تخاف منه، من ما صدام حسين كل الدول استهترت كلها توحشت العراق، العراق صار كالنخلة الماكلة النخلة. نعم. نفس الشيء ضرب العصر يعني استاذ العزيز، يعني هسه اني انت شاركت بعده برامج يعني استاذ العزيز اللي كان ينازح فيه السليمانيه صار 7 سنين واداء يعني بالرجوع الى منطقتي، يعني انا ما ابقى هيك استاذ العزيز غير اكو حل يقول لك والله انا بعد لل 2030 لل 2025 انا ارجعك بيك، يعني شيء محدود. أنا أستاذ العزيز معقوط أني وبن جصف الصخر وغيره وغيره، أستاذ العزيز متى يعني يرجعونا؟ والله ملينا. نعم. يعني صار 70 أنت بنفس المكان يعني 6 رات بست مترات 6 نفرات، يعني هذا الشيء يعني من يقنعه؟ يقنع أبو مصطفى الكاظمي، يقنع أبو حكومة، صار 7 سنين بخيمة طولها 6 مترات وعرضها 3 مترات. أنا وجهالي 6 نفرات قسما بالله تعالى. صار لي 7 سنين بها السنة أنا في هاي، يعني والله صار عندنا كآبة يعني ملل، يعني حل على الخيمة بي والطبقة الكهرباء وما يهدي سلم خيمة مشتعلة اجتهالة جوا قسما بالله ناس
اشتعلت بهم الخيمه وراحوا دفنوا ولدهم ملابسهم لا تخثلوا ولا حشافهم يعني ولد بذكر وفكر وقسما بالله طلعه هو والدوشق مهمود جوا وهو اسود وشاره دفنوه جوا يعني صح شنو ذنب الاطفال شنو ذنب النساء شنو ذنبنا احنا شنو ذنبنا اذا اني رجعني حطني منطقتي اذا مطلوب اني والمنطقه شافتني حطني بالسجن حطني بس رجع عيالي خليهم يرتاحون واذا اني ما مطلوب وانا ضد هذه الجهه المجهوله العلم الاسود ضد اني لا والله انا رجعني معزز مكرم واذا انا مشيت وياهم معاهدتهم وهذا لا والله انا بسجن دنيا سجن يعني انا اذا تبقيني ويا المنطقه باتر عقباني هم راح اسوي يعني شغلات اخرى استاذ العزيز الله يفرج عنكم يا رب ترجعون الى 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 دياركم ومناطقكم سالمين غانمين مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم اهلا بكم من جديد معنا اتصال ام وسام من الطارميه تفضل يا ام وسام شلونك استاذ عمر اهلا وسهلا بيك يا اهلا بيك شلون صحتك العمر انت بخير ان شاء الله يا ربي انتم بخير الله يسلمك وعليكم بالخير ان شاء الله ورمضان كريم ان شاء الله على امه محمد علينا وعليكم يوم الله يسلمك الله يخليك اقول لك هذا يعني على مود العفو العام ليش ما ينطون عفو ايام مقتربه والعالم فرحانه بيها والله فلوس ماكو والله نحول لهم ما عندنا فلوس بالله العظيم بيخابرني ابني هاي ثلاث مرات يخابرني ما عندي احول له. نعم. قلت لك الله ما عندي. شنو ذنبهم ذولي ابرياء قاعدين في السجون شنو ذنبهم؟ يعني والله قلبي خلاص بعد ما اتحمل والله العظيم ما اتحمل. شو كنت الله يفرجها علينا ويعطون عفو عام طالبونا بالعفو العام في الورق بركين مع عمر. نعم. الله يخليك الله ان شاء الله يا رب ويحفظكم امين وسنه خير ان شاء الله عليكم علينا وعليكم وعلى امه محمد يا ربي امين لنا ولكم اجمعين معنا اتصال عبد الرزاق من بابل تفضل عبد الرزاق السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا بك اتقدم باجمل التهاني والتبريكات بمرور 15 عام على تاسيس قناه الرافدين واتمنى لها مزيد من التقدم والالق والتطور وان شاء الله الشق طريقه بين هذه القنوات وهي صراحه قناه الرافدين لسان العراقيين. فتحياتي لكل العاملين بهذه القناه من مقدمين الى دكتور عمر، استاذ افل، استاذ محمد، من الفنيين، من الالكترون، جماعه الاتصالات، من المخرج، كلكم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله، شكرا جزيلا لك عبد الرزاق من بابل، كان معنا رساله واتساب يقول فيها كيان من بغداد يقول مساء الخير استاذ عمر، يقول تحيه طيبه والف مبروك لقناه الرافدين بعيد ميلادها 15 يا رب، يقول يحفظ القناة وكل العاملين اللي بها. رسالة يقول أو تقول فيها السلام عليكم أستاذ عمر وياك أبو إلهام يقول من الرماد يقول نطالب من حضراتكم إيصال صوتنا إلى رئيس الوزراء بمعرفة مصير أبنائنا المغيبين في سيطرة الرزازة والله يقول أبرياء يقول محمد الحلبوسي قام بإقرار الموازنة ويقول نعتبرهم شهداء يقول سيطرة حكومية نط فلوس بس يطلعون أبنائنا تم أخذهم في سيطرة حكومية يقول نط فلوس إحنا بس يطلعون أبنائنا في إطار الذكرى 15 لانطلاق قناة الرافدين هنأ مجلس عشائر العراق العربية في جنوب العراق قناة الرافدين في مناسبة الذكرى 15 لانطلاقها وأكد بأن القناة لا زالت تمثل جميع صوت
العراقيين. وقال المجلس بأن قناة الرافدين منذ تأسيسها تبنت خطابا وطنيا جامعا لأطياف الشعب العراقي ضد مشروع الاحتلال الطائفي، وعملت بكل مصداقية على توثيق جرائمه ضد العراقيين، ونقلت أخبار المقاومة رغم تعرض مكاتبها في بغداد لهجمات عدة مطلع عام 2007. وأشاد المجلس بتغطية القناة للتظاهرات والاعتصامات في جميع المدن العراقية بدون تمييز رغم منع الاحتلال وحكوماته لها من ممارسة العمل داخل العراق، لافتا إلى أنها كانت وما زالت لسان العراقيين والمدافع الأول عن حقوقهم المسلوبة. خلونا في الدقائق الخمسة أو الستة الأخيرة نتحدث عن موضوع المغيبين، وإحنا مثل ما استمعنا إلى أكثر من اتصال قبل قليل من الأخوة والأخوات حول موضوع المغيبين. يعني على الرغم من مرور أكثر من 4 سنوات على إعلان العراق استعادة جميع المدن من تنظيم داعش، إلا أنه ما زال مصير المغيبين الذين تتهم ميليشيات مسلحة باختطافهم من مناطق شمالي وغربي البلاد ما زال مجهولا. وبينما يؤكد السياسيون بأن السلطات الحكومية غير مبالية بمعاناة ذوي المغيبين، تغض الطرف عن الميليشيات المتهمة بالوقوف وراء اختفائهم، ويشير آخرون إلى عجز حكومي وبرلماني في كشف مصير المغيبين. معنا اتصال عباس من بغداد، تفضل عباس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك عيني؟ أهلا وسهلا بك، تفضل. تحية قناة الرافدين. حياك الله. عراقية حرة والله. نعم. وأنا أشكركم. شكرا جزيلا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عباس من بغداد كان معنا. طبعا اليوم السبت عضو المكتب السياسي لحزب الحل فيصل الشوكة أكد بأن مصير العراقيين المغيبين بيد جهات أقوى من الحكومة، ودعا خلال مقابلة متلفزة الطبقة السياسية إلى إيجاد حلول أمنية للأوضاع في البلاد، وأشار إلى وجود عجز حكومي وبرلماني في الكشف عن مصير المغيبين، وطالب مجلس النواب بوقفة حازمة لحل هذا الملف، وتابع قائلا بأن أهالي المغيبين يطالبون بالكشف عن مصير أبنائهم، وهناك سياسات خاطئة في العراق بهذا الإطار. طبعا في منتصف مايو آيار من العام الماضي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قال بأنه وجه وزارة الداخلية بالعمل على كشف مصير المختطفين والمغيبين، وأوضح بأنه وجه خلال لقائه بوزير الداخلية عثمان الغانمي والمسؤولين في الوزارة بالكشف عن مصير المختطفين من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. إلى ذلك قال عضو في البرلمان عن محافظة الأنبار لصحيفة العربي الجديد، قال بأن السلطات غير مبالية بمعاناة ذوي المغيبين ولم تتخذ أي خطوات جدية للكشف عن مصيرهم، واتهم السلطات بغض الطرف عن الميليشيات التي تقف وراء اختفاء آلاف المغيبين. معنا اتصال أبو ميثاق، تفضل أبو ميثاق من كربلاء. تفضل أبو حبيبي. ميثاق تفضل. نطالب بالعفو العام. نطالب بالعفو العام. نعم نطالب بالعفو العام إن شاء الله. نعم أبو ميثاق، شنو نطالب بالعفو العام. السلام عليكم. وعليكم السلام. نطالب بالعفو العام. نطالب بالعفو العام. من عندكم مسجون أبو ميثاق؟ يا ريت تنص التلفزيون، يا ريت تنص التلفزيون حتى تقدر تتكلم براحتك. اه حبيبي نص التلفزيون للاخير ابو ميثاق. والله عندي ابن مجنون. ابني نعم صار له شقد؟ ابن مجنون. اه صار له شقد مسجون؟ صار له 2 ونص تقريبا. شقد الحكم مالته وشنو حكمه؟ اه الحكم 10 سنوات. نعم شنو التهمه؟ التهمة ليش مال ناقل هو بمجهود عند سيارة تكفي. ايه ثم شو جماعة واعترفوا عليه وهاي كلها باطل الباطل. يعني هو سايق تاكسي، شنو التهمة مالته؟ التهمة مال جمعوه بالمخدرة، قال المخدرات ما مخدرات. نعم اي والله. نعم ابو ميثاق بالعفو نعتكم ان شاء الله. أبو ميثاق من كربلاء كان معنا. أيمن من الموصل، تفضل أيمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك. أهلا وسهلا بك، يا أهلا بك. نشكر قناتكم الكريمة. الله يسلمك. أنا عندي موضوع بس بسبب على مود المغيبين. احنا بوقت التحرير يعني عندنا
حررنا الحج الشعبي. نعم. منطقة العقد. نعم. عندنا واحد غيبوه الحج الشعبي وما نعرف وين راح. غيبوه عطوه على الحق. نعم. اي والله ما نعرف وين راح، لو بالسجن، لو لا عنده لا قضية، لا داعشي، لا شيء. صار له شقد؟ من وقت التحرير 2017. نعم. اي والله ما نعرف وين راح لحد الان يعني. نسأل عنه، رحنا على السجناء، كل السجناء ما موجود في السجن يعني. منو الفصيل بالحشد اللي أخذه؟ عطايب أهل الحق. منو؟ عطايب أهل الحق. نعم. أشكر قناتكم على بس إني أحد يسمعني، يسمع معاناتنا، يسمع مواضيعنا يعني. نسأل الله أن يفرج عن جميع الأبرياء. أنا أشكرك أيمن من الموصل كان معنا. طبعا البرلمان أخيرا أقر قانون يقضي بمنح مرتبات شهرية لذوي المختطفين لحين البت بمصير الضحايا إن كانوا أحياء أو تم تصفيتهم. المفروض البرلمان مع هذا القرار يقر قانون بفترة زمنية محددة بالكشف عن مصير المغيبين ومن هي الجهة التي اختطفتهم. ومعروف الجهة، إذا تسأل أصغر واحد بالعراق يعرفهم، هي الميليشيات التي كانت تنصب سيطرات مع القوات الحكومية. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.